اختي شو بدي اقول؟ ايه قولي. مشان زواجك. قصدي امي تزوجت بنفس اليوم، وكمان زوجها كان يضربها ويعذبك اليوم، وامي بعدين كانت ترد له بس ما تقدر عليه، وبيوم من الايام راحت امي شلحت الطاقية اللي برقبتها وزتته، وانتي كمان اختي ما عاد له لزوم، يلا زتيه مثله. لك براميلا، ناوية تردي علي هلا ولا بعد ما موت وتمشي بجنازتي؟ وادا بتردي. يلا جاية ستي، لا تعيطي. شو الأخبار؟ ناندين الطقس برا عن جد بجنن، والمطر كتير حلو. ايه معناتها رح حضر شوية فطاير. لك لا ناندو، ما في داعي، مناكل فطاير ومنشرب شاي على طريقنا. وين؟ خلص بقلك بعدين، يلا هلا امشي. مولي أنا ماني حابة أطلع. شوفي ماما كسرت بخاطري، وهي أنتي كمان. طيب منروح. يلا يلا، لكن خلينا نروح، ورح قلو لكونالي جهز السيارة بسرعة. كونال بتتذكر هالطريق؟ كأني بعرفه. ايه مو هون لما مرة بنشر معنا دولاب السيارة؟ ما تجرب تقنعني انك نسيت هذا الطريق. ايه تذكرت مرة، مدري شو صار لك ورحتي ورا الشجر، ابصر ليش صح؟ بلا غلاظة، هذا الطريق كتير مهم. بعرف كنا نجي عليه لما يكون في عنا عطلة، وكنا نروح نشرب شاي سوا ونتبلل بالمطر، وكنت تضلي ماسكتي لي ايدي وطعميكي فطاير سخنة، ويقوى المطر ويصير برد، ونركض ونهرب منه ونضحك وننبسط كتير، وتلفي حالك بجاكيتي. شو بدي احكي اكتر؟ هذا طريقنا انا وياكي، معقول انساه يعني؟ لك وينو؟ ماني شايفة بياع الشاي، بس المنظر لساته. شو رأيك ننزل؟ فكرة حلوة. واو، ما بصدق قديش كانت حلوة هديك الأيام. كنا نستنى يوم العطلة لحتى يجي مشان نجي لهون ونتمشى أنا وياكي. نانديني تعالي. لك يلا انزلي، يلا ناندينه انزلي، بدي ورجيكي منظر بجنن. يلا مولي، يمكن تمطر بأي لحظة. يعني اجيتي لتقعدي بالسيارة؟ يلا لشوف فوراً. طيب نازلة، استني استني. يلا. يلا كونال. نعم. كنا ننبسط لما نجي مو حبيبي؟ انت شو قصدك بكنا ننبسط؟ ليش مانك مبسوطة هلا؟ لك ايه مبسوطة، بس من قبل كان غير. انت كنت كتير رومانسي بوقتها، وتجيب معك بفلات وتشغل الموسيقى بصوت عالي كتير، وكنا نهلك من الرقص. كانت ايام حلوة.
وهلأ عيشي حلم حياتك من أول وجديد لحالك وكرمالك، ومثل ما بينبنى البيت حجرة حجرة بنفس الطريقة حققي أحلامك حلم ورا الثاني، وهيك ما بتلاقي إلا سعادتك المو مكتملة اكتملت فجأة. هلأ عيشي حلم حياتك من أول وجديد لحالك وكرمالك. معي ناندي، راجديب حتى وهو غايب موجود معي، حاضر بعقلك وبفكرك على طول. مثل ما بينبنى البيت حجرة حجرة بنفس الطريقة حقق أحلامك حلم ورا الثاني، وهيك ما بتلاقي إلا سعادتك المو مكتملة اكتملت فجأة. بالحقيقة هو موجود بخوفك وقلقك هاد. انت بتخوفي حالك بالتفكير فيه بوجوده، مع انه الحقيقه انه هو صار بالسجن هلا، بس صدقيني اذا قويتي ما عاد رح يقدر يجي على افكارك ابدا. واخيرا تحررت نانديني من عذابها. مجھ کو بھی
كنت عم بعمل شوية مقالي، شو رأيكن؟ أعملكن شاي أخضر معن؟ واو شاي كمان؟ ما بصير تدللينا كتير بعدين هيك مننتزع. أنا لا تحسبوا حسابي. طيب تشرب قهوة؟ شو رأيك كمان أعمل شوية شطة حدة مع المقالي؟ بيطلعوا كتير طيبين سوا، فكرة حلوة. أنا ما بدي. تعبان، رايحة على المطبخ. شو صاير كونال؟ متضايق من شي؟ أبداً، ليش؟ ما بدك تاكل مقالي معنا، وأنت بتحبها كتير، وهلأ موسمها. صح، بس أنا ما بدي. طيب رايحة ساعد نانديني بالمطبخ. طيب سكري الباب وراكي. ماشي. واو نانديني، اليوم ما حدا رح يلتزم بريجيمه. ايه بس رح يضل شخص واحد ملتزم فيه. كونال ما بعرف شو صاير له، ما بده ياكل مقالي معنا. مو لهالسبب، هو ما بده يعني اتشكره. بتصدقي مولي، لما كنت عم برقص استغربت كتير من حالي، حسيت حالي خلقت من جديد، وهلأ صار لازم اتشكركن على كل شي بس على طريقتي. لك يا بنت، انت على شو بدك تتشكرينا؟ مولي انت مو بس رفيقتي، انا بعتبرك اختي، ووقفتي معي لاخر لحظة. صح ما في بيناتنا هالرسميات، بس باقي العيلة خاصة كونال ما بنسى معروفة بحياتي. يمكن ما اكون عارفانة شو اعمل، بس يلي متأكدة منه مستحيل ارجع عيش مع راجدي. قلي لي هلا كونال شو بيحب ياكل مشان اطبخ له اياها ويجي ياكل بسرعة. وقت الاكل كونال بيهجم دغري، بس الا ما نلاقي حل ما منخبره. هيك كونال ما بيقول لا، منعمل له اياها مفاجأة. موافقة، خلينا نجرب. كونال، كونال ليش قاعد لحالك؟ طلع غير جو، تعال تسلى معنا شوي. لا مولي ما خلصت شغل لسه، خليني كذب. كذاب كذاب؟ وليش لحتى كذب عليكي؟ لأنه من شوي شفتك متسطح ومرتاح. قلت بستريح شوي لهيك تسطحت. أنت من أيمت بتخبي علي كونال؟ شو صاير؟ كل شي منيح؟ طلع فيني لشوف. خلصنا لا تكوني عنيدة زيادة مولي، أنا عن جد تعبان، كنت طلعت لولا هيك. طيب أنا ما رح قلك تساوي أي شي، رح ريحك. بعدين أنا كتير اشتقت لك حبيبي، ترجاك يلا تعال. شو عم تعملي؟ شو هاد؟ انطفى الضو؟ مولي ليش تركتي إيدي؟ مولي مولي شغلي الأضوية. أوف يا، وين راحوا؟ تعرفيني ما بحب هاي الحركات. شغلي الأضوية. طول بالك كونال، في سبب لتطفاية الأضوية. عم تعملي كل هذا الشي مشان تلهيني، أنا بعرف، أنا رح شغل الضوء. مولي خلص، شو عم تعملي أنت؟ Divana, 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 divana
شو كل هاد؟ لمين؟ إلك كونان، نانديني هي. أنا رح أحكي. مجرد محاولة. محاولة؟ مشان شو يعني؟ مشان أتشكرك، لأنه بالوقت اللي بتكون فيه ضايع بيجي الشخص اللي بيمسك لك إيدك يلي بينقذك وبيدلك على الطريق الصح بالوقت اللي بتكون فيه تعبان، بيجي لحتى يريحك. وكلمة شكراً عن جد قليلة عليك. هي محاولة مشان أقول ما بنسى وقفتك معي. شكراً كونال، بشكرك من قلبي. مولي رفيقتي الوحيدة، بس اللي بيني وبينك شو رأيك إنه نسميه علاقة إنسانية؟ وهلأ نحن رفقات، فيني أقول رفيقي كونال؟ ايه رفقات. انت احكي عن حالك، انا من عيلتها، فلهيك الحصه الاكبر من الجاتو رح تكون الي. ليكي مولي، بفضلك انت صرنا انا وكونال رفقات، مشان هيك الحصه الاكبر من هذا الجاتو هي الك. نانديني ليش معذبه حالك بالكيك؟ كثير عم تتعاملي معي برسميه. اعتبره مثل العربون، عربون صداقه بتضل على طول. لما انت وعدتني هداك اليوم بأنه رح تتغير حياتي للأحسن كان عندي شك، بس هلأ أثبت لي هذا الشيء. الحياة أوقات بتصعب علينا بس بتعطينا فرص تانية كتيرة، وهي حياتك لا تضيعيها بهي الطريقة. لا تنسي أنه في ناس كتير بيحبوكي. كيف رح يكون وضع لما تعرف بتصرفك هاد اللي عملتيه؟ ما رح أحكي شي لمولي. إذا ضعفتي وفكرتي مرة تانية تعملي هذا الشيء، اتذكري هاي اللحظة وفكري فيني. أنتي مانك لحالك نانديني، نحن كلنا معك. ماشي؟ وعديني. وعدتا؟ قلنا بشو وعدتا أنت يا كونال؟ كونال عم يوعد؟ كأنه في شي ما بعرفه؟ كونال يمكن يوعدك، بس صعب يوفي بوعده، هو بينسى أصلاً شو أكل مبارح. ما رح تخبروني شو هالسر؟ عم تخبوا علي؟ مولي؟ هذا مو سر أبداً. قصدها شو هالسر اللي بدنا نخبيه عنك مولي؟ يمكن خربطت بالحكي لأنه نانديني متلبكة شوي، لهيك بدل ما تقول مساعدة قالت وعد. يلي بيتلبك بالحكي بيكون شخص عاطفي مو هيك؟ كلامك صحيح، يعني لولا مساعدته لكونال، قصدي لو ما ساعدني بهداك الوقت، لولا كونال ووقفته معي ما كنت رح ارجع على طبيعتي. بلا سألتكن هلأ، انتو اتنين ما رح تخبوا علي سر، ولو صار وخبيتوا علي شي شغلة صغيرة رح يكون هاد الشي لمصلحتي بالأول. بعرف شو انتو ما رح تخلصوا من الحكي أبداً، قطعوا لنا الجاتو. نحن هنا، شو بكن؟ أعطيني قطعة جاتو لو سمحتي. يسلموا. عجبك؟ إيه عجبني كتير. صحة وهنا. إيه ناندو، تعي شوي.
انت بتعرفي ترقصي كتير منيح، بدي اياك تعلميني شوي. مولي، اني اعلمك ترقصي هذا الشيء مستحيل. قصدي ما رح تفهمي علي. بدك تجلطيني هلا هيك؟ الحق مو عليك، الحق علي. عم تتمسخري مو؟ اصلا انت ما بتعرفي ترقصي مثلي. ايه ايه شفتك. تتذكري عيد ميلاد بريا؟ اول شغله الطريقة يلي رقصت فيها مولي بيومها بحياتي ما مرقت علي، عن جد كانت ذكية وسريعة. رح فرجيكم كيف كانت عم ترقص. عم ترقص وحتى ما أخذت نفس، أما باقي الصبايا كانوا ميتين من التعب. تعرفي شو ناندو؟ منيح ما كان في حدا معه كاميرا بالحفلة. شو عم يصير مع كونال؟ حياته ما كنا قاعدين وتركنا. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.